هنتكلم عن نجمنا المصري محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي اللي قام امبارح كان ليه دور كبير في مباراة ليفربول وتشيلسي، كانت مباراة قوية جدا ووصل بفريقه بر الامان، كان خسرانين حصل ضربة جزاء هو قدر يتعادل في ضربة الجزاء، وشفنا لقطة كده ناس بتتداولها في السوشيال ميديا، الجول كيبر راح لمحمد صلاح وحاول ان هو يأثر عليه او يتكلم معاه، لكن ما شاء الله احنا كان حتى الناس منزله كوميكس وكومنتات بتتكلم ان محمد صلاح كان في الجول بتاع ضربه الجزاء بتاعه كاس العالم كان فيه 100 مليون او يعني نقول الرقم اللي كمان موجود في الاستاد، وقدر ان هو يجيب ضربه الجزاء تاثر عليه ازاي. خلينا نتكلم مع ده اكتر ونعرف معلومات اكتر طبعا عن المباراه، وديربي كان بدري هو ما بين ليفربول وتشيلسي، مع الاستاذ احمد عصام الناقد الرياضي. بنرحب بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. الشوط الاول كان في مباراه ليفربول وتشيلسي، شويه تشيلسي كان الناس رايحه الكفه ليه لحد ما حصل اللي هو الجون البنالتي اللي جه في ايده، والفار وقالوا ده جت في رجله وبعدين جت في ايده. حضرتك شايف ان الجون ده او السبب الطرد كمان غير مجريات المباراه، خصوصا ان في الاخر برضو خسر، انا اسف يعني خلص بتعادل، ما خسرش تشيلسي وقدر يحافظ على التعادل طول المباراه. الحقيقه كان ضربه الجزاء كان فيها جدل كبير، مش على احتسابها، لا هي ضربه الجزاء صحيحه 100%، لكن على الطرد اللي خده جيمس لاعب تشيلسي كان في كلام كتير عليها، حتى الصحافه الانجليزيه اتكلمت على الموضوع ده كتير. لكن خلينا بقى ما نقفش عند اداء الحكم او نعقب عليه، نتكلم على نجمنا محمد صلاح اللي الحقيقه يعني بيوصل التالق الموسم الخامس على التوالي بقميص ليفربول، حط ضربه الجزاء بمنتهى الثقه قدام حارس عملاق من السنغالي، ده يعني حارس مميز جدا، وصلاح انقذ فريقه من خساره ممكن تكون تقيلة على ملعبه وسط جماهيره. تشيلسي الحقيقة فريق يعني بادئ السنة دي بشكل مرعب جدا بعد ما فوز دوري الأبطال السنة اللي فاتت ودعم صفوفه بوجود لوكاكو. امبارح شفنا تشيلسي بيلعب تقريبا أكتر من شوط كامل ب 10 لعيبة، بس ما حسيناش بده خالص. بيلعبوا أقل من ليفربول، بيلعبوا وسط جماهير ليفربول، بيلعبوا وهم يعني مضغوطين أكتر من ليفربول، لكن ما حسيناش بده خالص الحقيقه يعني لحد الدقيقه 90 وهم بيشكلوا خطوره كمان على فريق ليفربول. اعتقد ان ليفربول هو اللي يعني يعتبر طلع كسبان النقطه دي امبارح في تشيلسي، حظه طلع كويس بطرد جيمس وصلاح كان موفق في ضربه الجزاء اللي حطها، لكن غير كده بقى الماتش كان كله خسائر، واحد زي فيرمينو مثلا راس الحربه بتاعه مصاب، في ازمه كده شبه ازمه يعني او بوادر ازمه بين يورجن كلوب المدير الفني ووكيل نبي كيتا اللاعب المميز اللي في الفريق. امبارح طلع انتقدوا جدا على وجود نبي كيتا على مقعد البلاء، وبيقول ان هو اللعيب جاهز وبيأدي بشكل كويس جدا، لكن المدرب يبدو ان هو مش بيثق فيه، وده يبدو بقى كده ممكن تكون بوادر ازمه بينهم، يعني ان هو يطلع يتكلم على المدير الفني ويعلق على قرارات الميديا، فدي ممكن تعمل لهم مشكله بعدين. لكن احنا الكل اللي يهمنا محمد صلاح ان شاء الله يواصل التألق، وهو الحمد لله يعني ماشي بشكل كويس الموسم. طب حضرتك استاذ احمد، يعني حضرتك شايف ان اداء صلاح ثابت ولا لسه احنا بدري ان احنا نحكم عليه دلوقتي؟ في اختلاف ولا لسه بدري ان احنا نحكم؟ كبدايه موسم يعني. لا هو محمد صلاح معودنا دايما ان هو في بدايه الموسم بيأدي بشكل قوي جدا، بحس صلاح يورجن كلوب حتى قالها قبل بدايه الموسم، ده قال صلاح اول لما الموسم بيبتدي بيبقى واحد تاني خالص، يعني صلاح السنه دي طول فتره الاعداد الماتشات الوديه اللي اتلعبت ما سجلش ولا هدف، لكن جينا بقى في مباراة الافتتاح سجل هدف وصنع اثنين، ودي والماتش بتاع الجولة اللي فاتت ما سجلش. هو بالمناسبة عايز أقول لكم إن هو في الخمس مواسم اللي في ليفربول في أول جولة بيسجل دايما وفي ثاني جولة مش بيسجل، أيًا كان مين المنافس بتاعه، فده اللي حصل السنة دي يعني، فدي البداية الطبيعية بتاع صلاح. والنهاردة هو وإمبارح في الجولة الثالثة بيسجل هدفه الثاني في الموسم، شايفها بداية كويسة جدًا إن صلاح بيحافظ على المعدل بتاعه، يعني ان هو دايما بيسجل
في البدايات، واتمنى يعني يواصل الكلام ده لان الموسم ده هيكون صعب جدا جدا عليه. انا هتكلم مع حضرتك بقى على موضوع الموسم ده، على صلاح وبشكل عام الدوري الانجليزي وصفقه كريستيانو رونالدو اللي الكل بيتكلم عليها. صلاح دايما بقاله على مدار وجوده في ليفربول في السنين الثلاثة بينافس على خد اللقب مرة لوحده ومرة تناصف فيه ومرة خلاص كان فرق جون. شايف فكرة فرص صلاح مع وجود كريستيانو وقوة بقى الدوري الإنجليزي مع رجوع كريستيانو لمانشستر يونايتد مرة تانية؟ لسه كنت بقول لك يعني الموضوع صعب جدا، يعني اللي هيكسب الدوري الإنجليزي ده هيبقى كأنه كسب دوري الأبطال من كتر الفرق القويه اللي موجوده، من كتر النجوم الموجوده، من كتر المدربين الكبار اللي موجودين حتى مع فرق مش صف اول في انجلترا. عايز اقول لك ان مثلا فرقه زي تشيلسي اللي اتفرجنا عليها امبارح دي تاخد الدوري يعني في اي بلد ثانيه مستريحه قبلها بخمس ست جولات مثلا. تخيل انت عندك تشيلسي بالحجم دوت وبالتدعيمات اللي حصلت فيه، وبواحد زي لوكاكو اللي جاي يعني زي هو طبعا زي مبسوط ان هو رجع تشيلسي ثاني، عارفين طبعا ان هو كان يلعب في تشيلسي وهو صغير وبعد كده خرج اعارات وبعد كده خرج تجارب بره، لكن هو رجوعه لتشيلسي ده بالنسبه له حلم واتحقق ان هو يرجع للمكان اللي بدا منه واللي هو بقى يكون هو نجم الفرقه فيه، مش كان مجرد لعيب صاعد وبيتجرب وبياخد فرص، لا ده هو اللي جاي يشيل الفرقه وياخدها لحته ثانيه. نفس الكلام بالنسبه لمانشستر يونايتد، عندك السنه دي مثلا وجود كريستيانو رونالدو مع تالق برونو فرنانديز مع بول بوجبا مع سانشو اللي جاي من دورتموند، الحقيقه الفرقه يعني بقى عليها ضغط كبير جدا من وجود رونالدو، ان انت خلاص بقيت مطالب بمستوى البطوله. فمن بعد ما السير اليكس فيرجسون اعتزل ما كسبتش ولا اي حاجه، فوجود بقى فرقه بالحجم ده وسكواد بالاسامي الثقيله دي ويعني صرف كبير بيحصل ومرتبات عاليه جدا في الفرقه، فانت الجماهير يعني اللي كانت بتبقى يعني بتستحملك وتصبر عليك في الفترات اللي فاتت، وجود الاسامي الكبيره دي في الفرقه مع رونالدو اللي هو بيدي الروح وبيدي الاهتمام الكبير بالفريق، فهتبقى مطالب بالتتويج. كلام طبعا على مانشستر سيتي طبعا زي كل سنه يعني، بس تاخره بدري ده ما ياثرش عليه السيتي؟ لا لا خالص، على فكره هو الاستمراريه بتاعت السيتي مع جوارديولا هي دي اللي بتفرق في اخر الموسم. لو تفتكر المواسم اللي فاتت مانشستر سيتي بيجي في الاخر كده وتحس وبيدوس بنزين على الاخر بيخلص البطوله. يعني لو هنتفرج لو بنتكلم على السيتي، تعال شوف كده الدكه بتاعته، ده فرقه كامله يعني. امبارح احنا قاعدين بنتفرج، عندك ستيرلينج على الدكه، عندك رياض محرز على الدكه بعيدا عن باقي الاسامي يعني الاثنين دول في اي حته كل واحد لوحده بيشيل كده. هم امبارح قاعدين على الدكه وعادي خالص وكسبانين خمسه ومفيش اي مشاكل. نفس الموضوع برضه توتنهام السنه دي بادئ بدايه كويسه قوي مع برونو المدرب الجديد اللي جاي من ولفرهامبتون، الحقيقه بيقدموا كوره دفاعيه محترمه جدا، وكان عندهم مشكله في الحته دي حتى مع وجود مورينيو قبل ما يمشي، كانوا بيدافعوا بشكل كويس لكن الهجمات المرتده ما كانوش بيجيلوها، او كان تحس في حاجه ناقصه كده. لا مع الراجل الجديد ده لا الفرقه الدنيا ظبطت يعني بتأدي بشكل كويس لحد دلوقتي. توتنهام ما دخلش فيه ولا جون مسابقه يعني، لك قال بيلعب في الدوري الانجليزي، واول ماتش كان بادئ مع مانشستر سيتي وبيكسب 1-0، وهاري كين كان ماشي قالوا لا ده قاعد خلاص، فدفع برضه كده الفريق، اعتقد من حقه ينافس برضه على البطولات لانه برضه بعيد جدا. المشكله بقى والكارثه في الدوري الانجليزي ارسنال الحقيقه يعني لغز كتير جدا السنه دي. هو يعني دايما ارسنال بيبقى معودنا يعني واحنا بنتفرج ان هو هتشوف حاجه هتضحكك، هتشوف ماتش هيحصل حاجه احبط جماهيره لعدد كبير من الماتشات وعدد كبير من السنين. يعني بصراحه بينا وبين بعض يعني احنا كاصحاب، ولو في فينا حد بيشجع ارسنال صح ما علينا، اصحابنا اللي خلاص بيبقوا قاعدين مش طايقين نفسهم، ان انت تتريق عليهم يعني السنه دي لا صعبه جدا يعني شكلهم وحش قوي، والفريق بيأدي بشكل سيء جدا وبيخسر ثلاث ماتشات وما بيسجلش ولا هدف في بدايه الموسم يعني ربنا يكون. طيب استاذ احمد، يعني انت شايف مين اكتر فريق ممكن يكون اكتر فريق متكامل في الدوري الانجليزي، عناصره متكامله، وكمان ليفربول دوره هيبقى عامل ازاي في الدوري الانجليزي؟ هو الحقيقه ليفربول لو جينا نتكلم عليه الاول يعني بحكم حبنا لصلاح، فليفربول مش فريق متكامل، متكامل ده بيبقى عندك دقه قويه. شفنا السنه اللي فاتت مثلا لما فان دايك اتصاب هو ما فيش موجود تحس ان انت بتتفرج على نورويتش سيتي،
يعني الفريق عنده مشاكل كبيره جدا، وحتى تاهل لدوري الابطال بصعوبه ان هو يكون في المربع الذهبي كان صعب جدا، رغم ان الثلاثي الهجومي القوي بتاعه اللي هو كنا بنتكلم دايما على صلاح وماني وفيرمينو ان هم اللي بيدوا تقل للفريق، لكن لا غياب فان دايك اثر بشكل كبير جدا على الفرقه. فانا يعني حته ان الفرقه متكامله دي يعني حاسسها مش موجوده في ليفربول قوي. الاكتر حاجه بتعجبني يعني في الدوري هي تشيلسي، يعني حس الفرقه دي فعلا عندك في كل مكان في واحد واثنين وثلاثه، وعندك بقى كمان خيارات للمدرب بيجرب حاجات مختلفه، يقدر يلعب بثلاثه مدافعين، يقدر يلعب باربعه، يقدر يلعب براس حربه واحد، يقدر يلعب بثلاثه راس حربه، يعني الفرقه فيها تنوع واسامي محترمه كثيره جدا. وطبعا معاهم مانشستر سيتي اللي هو جوارديولا يعني من كتر الاحبال اللي عنده مش عارف ياخد دوري الابطال وخلاص هو بس مش عارف يعني خلاص الموضوع ده والله. يعني احنا طبعا عارفين انه مع وجود كريستيانو الدوري الانجليزي برضه هيسخن وهيبقى اقوى، ورجوع لوكاكو والعدد الكبير من النجوم والفرق اللي قلتها دي. بنشكرك طبعا على تحليلك ووجودك دايما معانا الناقد الرياضي احمد عصام. شكرا.